طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، نشرة الأخبار الرئيسية من قناة عدن الفضائية، نبدأها بأبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الرئيس الباكستاني بذكرى استقلال بلاده. اللواء الزبيدي يلتقي رئيس الحكومة ويشدد على أهمية تكثيف الجهود لتحسين الوضع الخدمي المتردي. ميليشيا الحوثي الانقلابية تشن قصفا عشوائيا على منازل المواطنين في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس علوي بموفر الصحة والسعادة وللحكومة والشعب الباكستاني المزيد من التقدم والازدهار. وأثنى فخامة الرئيس على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وموقف باكستان الثابت إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في سعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي على ضرورة أن تكرس الحكومة جهودها وطاقاتها لتحسين وضع الخدمات في البلاد وفي مقدمتها خدمة الكهرباء. وأشار اللواء الزبيدي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلى أن وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى وصل إلى حد لم يعد مقبولا استمراره على ما هو عليه، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة فورا لما لها من تبعات سلبية على مجمل مناحي حياة المواطنين. وأكد على ضرورة أن تطلع كل وزارة بمسؤولياتها وتنفيذ مهامها المنوطة في خدمة المواطن، وذلك من خلال التواجد الفعلي على الأرض وفي مقر عملها في عدن بكامل كادرها الوظيفي، منوها في السياق بأن بقاء أي وزير أو مسؤول في الخارج لم يعد مقبولا. وناقش اللقاء الأوضاع الاقتصادية والآليات المتبعة لتحقيق الاشتراطات الموضوعة للاستفادة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية وتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والمؤسسية والهيكلية في قوام الحكومة والسياسات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق. كما تطرق اللقاء كذلك إلى الأولويات المطلوبة لتحقيق التكامل بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى ذات الصلة بسير عمل بعض الوزارات والقطاعات الإرادية والأمنية والعسكرية واتخاذ ما يلزم بشأنها. ترأس وزير العدل القاضي بدر العارض الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، والذي تطرق إلى قرار تشكيل مجلس إدارة المركز من أجل تعزيز العمل المؤسسي وزيادة التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يساهم في إمكانية تطوير عمل المركز. وفي الاجتماع أكد وزير العدل على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير المنظومة الإدارية للمركز وتنفيذ الخطط المعدة خلال فترته المحددة. مستمعا إلى بعض الملاحظات من قبل الأعضاء أعضاء مجلس الإدارة، من جانبه يستعرض مدير المركز القاضي صالح با شافعي تقرير تقييمي عن سير العمل في المركز ومضامين الخطة ومدى تنفيذها وأداء الكادر الوظيفي وما تم رفده من أجهزة وما تحقق من إنجاز خلال الفترة المنصرمة والمعوقات التي تواجه المركز. وأقر الاجتماع عقد لقاء خلال الأسبوع القادم لمناقشة المقترحات والتصورات التي سيتم تثمينها في جدول أعمال الاجتماع القادم للمجلس. سخر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من المسرحية الردي التي سوقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عن عملية إنقاذ لخزان صافر النفط العائم، وأوضح أن دعاءات ميليشيا الحوثي بإنقاذ صافر نكتة لن تغطي على حقيقة عرقلتها لكل الجهود التي بذلت طيلة 5 أعوام لتلافي المخاطر الكارثية للناقلة.
وإدارتها للملف على طريقة عصابات القرصنة والجماعات الإرهابية. وأشار الإيراني إلى أنه وعلى مدى 9 أعوام وضعت ميليشيا الحوثي الشريط الساحلي لبلادنا والدول المشاطئة في البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية على حافة الخطر الداهم دون اكتراث بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الكارثية. على القطاع الزراعي والسمكي والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة جراء انسكاب ظل وشيكا لما يزيد عن 1,000,000 برميل من النفط. وأكد الإرياني أن الوصول لهذه المرحلة من خطة إنقاذ خزان صافر بنجاح عملية نقل النفط الذي وصل إلى أكثر من 1,100,000 برميل إلى الخزان البديل توتيكا لم يكن ليتم لولا جهود الحكومة وحكمتها في إدارة الملف، والجهود التي بذلها فريق الأمم المتحدة وكذلك الدعم المالي السخي الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتمويل خطة الإنقاذ وإنهاء هذا الخطر الذي كان سيكلف العالم عشرات المليارات من الدولارات. وحذر من معاودة ميليشيا الحوثي الإرهابية استخدام السفينة البديلة توتيكا كقنبلة موقوتة، مطالبا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة التحرك الفوري لمتابعة الخطوات القادمة ضمن مراحل خطة الإنقاذ وعمل كل ما من شأنه ضمان عدم استخدام الميليشيا لناقلة ورقة للضغط والمساومة والابتزاز. بدأت بمصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير المالية سالم بن بريك اجتماعات مدراء القيمة الجمركية في رئاسة المصلحة والمكاتب والدوائر التابعة لها. وتتطرق الاجتماعات التي تستمر 3 أيام وتضم رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي إلى معالجة الإشكاليات التي تواجه إدارات القيمة في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والحلول المقترحة لحلها. وأشاد وزير المالية بن بريك بالتطور الكبير في مختلف أو في ضبط القيمة الجمركية للسيارات والمعدات وتوحيدها في جميع المنافذ، مشددا على ضرورة وضع معايير محددة ودقيقة للتقييم الجمركي وخصوصا للسيارات والمعدات، وكذا على ضرورة التزام مدراء القيمة الجمركية بالتنسيق مع رئاسة مصلحة الجمارك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجههم. من جانبه استعرض رئيس مصلحة الجمارك القباطي الحلول التي ستقوم بها المصلحة في المنافذ لطرازات السيارات الجديدة وغير الموجودة في نظام القيمة، مشيدا بالدعم المستمر من جانب قيادة وزارة المالية لمصلحة الجمارك لمواصلة جهود الارتقاء بمستوى العمل الجمركي. وبدوره أفاد مدير عام قيمة القيمة الجمركية محمد قراضة بأن الإدارة العامة للقيمة بصدد الرفع بمرجع متكامل للقيمة فيما يخدم السيارات منذ العام 2019 حتى العام 2023. اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد بذيب ومعه محافظ أبيان أبو بكر حسين سالم على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الممولة دوليا وفي مقدمتها مشروع سد حسان بتكلفة 87 مليون دولار. كما طلع الوزير والمحافظ ومعهما نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب ووكيل الوزارة منصور زيد وعدد من المعنيين على مشروع التنمية الزراعية في أبيان الممول من البنك الإسلامي. كما تم زيارة جامعة أبيان والتعرف على أبرز احتياجاتها، وفي السياق عقد اجتماع جرى خلاله مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية في أبيان وأهمية المتابعة والتقييم المستمر لعملية تنفيذ تلك المشاريع التي ستساهم في تحقيق التنمية في أبيان. وتطرق الوزير باذيب إلى حزمة من المشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية التي تم تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية في أبيان، مؤكدا أهمية المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تهدف لخدمة مختلف شرائح وفئات المجتمع في محافظة أبيان. شدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على تحسين المرافق الصحية المختلفة وانتهاج سياسات الاعتماد على الذات وتحسين إدارة الموارد ووضع الآليات لها لتحسين الموارد الذاتية.
وأكد الوزير بوحيبه خلال اختتام جلسات المراجعة المشتركة وتطوير استراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على ضرورة زيادة جودة العمل الصحي داخل المرافق الصحية والاتجاه إلى ربط الدعم بالإنجاز والتوجه من العمل الإغاثي إلى العمل المستدام وخلق روح المنافسة لتحسين جودة العمل. من جانبه أشار الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أوروتو بسيجان إلى أن المنظمة ستتابع مع الوزارة الخطط الفنية في التدريب والتأهيل وبناء القدرات والسعي لحشد الموارد لسد الفجوات وتأطير قنوات الاتصال والمعلومات. ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري بعدن آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض الميناء كحطام بحري لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام. اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن القاضي شوقي جرهوم ورئيس محكمة الميناء القاضي عمار مسعود ومساعد قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية والمكلف من قبل المحكمة بالإشراف على تنفيذ أعمال انتشال السفن الغارقة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن سند السمنتر. ناقش أيضا الأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة بانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة بعد فوزها بالمزاد العلني الذي أعلنته المحكمة التجارية في القضية المرفوعة أمامها والتي صدر حكم ابتدائي فيها مطلع العام الجاري. وقدم القاضي شوقي هادي شرحا عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بانتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات والضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة. نظم قطاع المشاريع والاستثمار في وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن حلقة نقاشية حول المحفظة الاستثمارية للرياضة والشباب وكيفية تحليل المشاكل والتدخلات المطلوبة لتحقيق الشراكة مع الآخرين. وتهدف الحلقة النقاشية إلى المساهمة في تنمية الرياضة والشباب وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في هدف عام وتوفير التمويل للمشاريع الاستثمارية للأندية الرياضية وكذا خلق شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمانحين الدوليين كأهداف خاصة. وفي الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة نائب صالح البكري على أهمية الاستثمار باعتباره نشاطا يستقطب الكثير من المال للرياضة بشكل عام والأندية على وجه الخصوص ويساهم في تطوير ورقي مختلف الألعاب، مشيرا إلى أن الرياضة لم تعد هواية أو وسيلة ترفيه بل أصبحت علم وتنمية اقتصادية وبشرية وتخطيط من أجل تحقيق نتائج إيجابية. بدوره استعرض مدير عام الإدارة العامة للاستثمار عبد المعين الحماطي لمحة عن المحفظة الاستثمارية للشباب والرياضة وأهم المشاكل التي تعيق عملية الاستقرار والتدخلات التي ينبغي عملها للتغلب على تلك المشاكل وأهمية التنسيق مع القطاع الخاص وغير ذلك. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة سقطرى علي صعباب عدد من القضايا المتعلقة بالشباب والرياضيين في المحافظة. وأشاد الوزير البكري بمستوى أداء فرع مكتب الوزارة في محافظة سقطرى والجهود التي يبذلها من أجل تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، مشددا على ضرورة تفعيل الرياضة والبرامج الشبابية في المحافظة بشكل أكبر، موجها بسرعة صرف المخصصات المالية للأندية في المحافظة لأندية المحافظة بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية الخاصة بمكتب الوزارة. أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان على ضرورة تفعيل دور الإدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وبشكل أكبر بما يحقق التمثيل القانوني الصحيح للدولة وإلزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قطاع قضايا الدولة وفقا للقانون. وأشار الوزير خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في دواوين الوزارة إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجالات الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الإشكاليات، مشددا على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة التصرفات والعقود والاتفاقيات التي تترتب على
التزامات مالية على الخزينة العامة وأموال الدولة وتوفير الحماية القانونية وفقا لنص قانون قضايا الدولة. وحث عرمان كافة مدراء عموم الشركات على الشؤون القانونية في دواوين الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، موضحا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد. عقب ذلك سمع الوزير عرمان إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم وسبل حلحلة الإشكاليات التي تواجه سير العمل بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره وتحقيق الأهداف المرجوة. في الأخبار الميدانية، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية شرق مدينة تعز. وقال مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في وادي صالة بالجبهة الشرقية لمدينة تعز. وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الحوثية وأجبرتها على الفرار بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى. شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفا عشوائيا وعنيفا بالأسلحة الثقيلة على عدد من منازل المواطنين في 11 في إحدى قرى مديرية الشرية محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي شنت قصفا عشوائيا بالسلاح الثقيل على عدد من منازل المواطنين تابعة لقبيلة آل الشرجبي في قرية عبس بمديرية الشرية، ما تسبب بإلحاق أضرار بالغة في منازل وممتلكات المواطنين. وأثر القصف الحوثي الهمجي حالة من الرعب والفزع والهلع بين النساء والأطفال في المنطقة. وحمل الأهالي ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة جراء إخلالها بجهود التهدئة والوساطة وقصف منازل آل الشرجبي بهدف إخضاعهم وتركيعهم. يأتي هذا في الوقت الذي تخضع فيه منازل آل الشرجبي لحصار حوثي منذ السبت الماضي، وقصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة عقب حملة مماثلة أسفرت عن اختطاف عدد من المواطنين. دبلوماسيا، بحث سفير بلادنا في إسلام أباد محمد العشبي مع الوكيل الاتحادي لوزارة الاقتصاد الباكستانية الدكتور كازم نياز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم اليمن تعليميا في إطار برنامج المساعدات الفنية الخارجية الباكستانية. وتطرق السفير إلى آخر التطورات السياسية والأمنية في بلادنا واستمرار ميليشيا الحوثي برفضها لمختلف جهود ومبادرات إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة المواطنين. وصل جثمان اللواء الركن عبد الله ترموم إلى مطار سيئون الدولي الذي وفاه الأجل في جمهورية مصر العربية بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وكان في استقبال الجثمان قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وأعضاء عن وزارة الداخلية وأقارب الفقيد ومحبيه. ويعد الفقيد من القيادات الوطنية التي عرفت بانتمائها لليمن الكبير والدفاع عنه والمطالبة والمنتصرة للاستحقاق الكبير المتمثل في وحدة اليمن بفترتي ما قبل وما بعد إعادة تحقيق الوحدة في 22 من مايو 1990. وأشار قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء طيمس بمناقب الفقيد طرموم الذي يحظى بسجل قيادي ناصع وبتفانيه وإخلاصه الشديد لوطنه وشعبه وتجرده من كل المصالح الذاتية في مختلف المناصب التي شغلها، معتبرا حيله خسارة فادحة للوطن عامة. فقد كان مناضلا جسورا وشجاعا سخر كل حياته من أجل خير وطنه والدفاع عنه. الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
نهاية النشرة مشاهدين الكرام، ولمن فاتته التفاصيل نعود ونذكر بأبرز وأهم العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الرئيس الباكستاني بذكرى استقلال بلاده. اللواء الزبيري يلتقي رئيس الحكومة ويشدد على أهمية تكثيف الجهود لتحسين الوضع الخدمي المتردي. ميليشيا الحوثي الإرهابية تشن قصفا عشوائيا على منازل المواطنين في مديرية الشرية بمحافظة البيضاء. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. أزكى تحية من طاقم العمل. للمزيد زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي. أنتم ونحن في رعاية الله.